وهي إلك ماما. ماما خير؟ شوفي ليش الكل ساكت؟ في شي صاير؟ مرت أخي عم بتقول إنك سرقتي منا 400,000 روبية. أنا سرقت؟ هالحكي مو صحيح أبداً. بس هي هي الحقيقة، أنتي أخدتي المصاري مشان عملية نيل. احكي أختي، احكي كل شي ولا تكذبي، لأنه أبجي اتصل وخبرني بكل شي. أنا أخدت المصاري؟ أخدتيهم من خزانتي ولا مومبي، مو هيك بدك تقولي؟ بابا عم بيتهموني كذب، أنا ما بعمل هيك شي. أنت بتعرفني كتير منيح. أنا فقدت 400,000 وأنت دفعتي 400,000 لنيل. كيف؟ كيف صار هيك؟ ماما عمتي ليش ما عم تحكي شي؟ أنا بقدر أعمل هيك شي؟ لكن أنت ما سرقتي. لا، في حل كتير بسيط، نحن منبلغ الشرطة وبيقبضوا على الحرامي بسرعة. كافيري، بدك تفوتي الشرطة على البيت؟ مضطرة لهالشي. ألو قسم الشرطة؟ كافيري، شو هالمسخرة هاي؟ بابا أنت منيح إنك إجيت، تعرف إنه سمعت كل شيء. مشاكل البيت لازم تنحل وتندفن بنفس البيت. إذا إجت الشرطة كل شيء رح يصير بالعلن ورح ننفضح كلنا. خلص صار اللي صار. معقول فوقه بدك تشوهي سمعة أخي؟ ليكي، ما رح تتصلي بالشرطة. وانتي ليش لا تعملي هيك شي؟ ها، اذا كنت محتاجي مصاري كنت تعي واطلبي مني، كنت فرشت لك الارض كلياتها مصاري قدامك. انا موجود مشانكم كلكم. طلعي طلعي، شوفي ابوكي، شوفي قديش حاسس بالخجل بسببك. بابا صدقني انا ما سرقت، انا ما بعمل هيك شي. بتصدق اني بسرق؟ لا سالوني ما بتعملها، بعرف انها ما بتعملها ابدا. بس يا بنتي بدي تقولي لي هلا، انت من وين جبتي ال 400,000؟ سالوني انت ليش ساكتي يا ماما؟ سالوني ردي علي بقى. سالوني سالوني ليش ساكتي؟ ردي علي، عم قلك ردي علي، ليش ساكتي؟ ردي. إذا أنت ما بتحكي يعني أنت اللي سارتيهم.